30 سنة، فكم كانت خلافة أبي بكر رضي الله عنه؟ أنس، أعد. لا، إيه، نعم، كانت خلافة أبي بكر 2 سنة و3. كم؟ لا، 4، هكذا 4 و9 أشهر، يعني بمعنى 5 إلا، يعني بدون كسر، لكن هنا ربطها الشارح. خلافة أبي بكر الصديق 2 و3 أشهر و3 أشهر. طيب، خلافة عمر أبو علي، خلافة عمر 10 سنين وكم؟ ونصف سنة، هكذا، نعم، و6 أشهر. طيب، خلافة عثمان محمد، نعم، خلافة عثمان 12 سنة. خلافة علي عبد العزيز، طيب، كم المجموع؟ كم المجموع؟ يعني 2 سنة و3 أشهر. طيب، زد 10 سنوات ونصف سنة، الكل كم؟ كم الكل؟ وعندنا 9 أشهر، نعم، 12 سنة و9 أشهر، زد 12 سنة، 24، كم؟ 24 سنة، وتسعة أشهر، زد 4 سنوات. طيب، وتسعة أشهر، كم؟ طيب، زد 6 أشهر، 30 سنة. هذه 30 سنة الخلافة على منهاج النبوة. من هو أول ملوك الإسلام؟ عمر. من هو أول ملوك الإسلام؟ أين معافى عبد الرحمن؟ أول ملوك الإسلام معاوية، وهو خير ملوك المسلمين رضي الله عن الصحابة جميعا. الحسن كم استمرت خلافته؟ 6 أشهر، لكنه تنازل للخلافة لمن؟ لمعاوية. تنازل الحسن رضي الله عنه بالخلافة، هل أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ جميل، الدليل عظيمتين، أحسنت. إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. طيب، الخلافة بعد عثمان ثبتت لمن؟ أبو يوسف، نعم، لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كيف؟ لا، وإنما يعني حصل ما حصل بين أهل الشام وأهل العراق، ثم بعد ذلك، نعم، يعني معاوية كان الحق،
بالنسبة في حادثة صفين مع علي رضي الله عنهم جميعا. من يذكر لنا بعض مناقب علي رضي الله عنه سريع؟ نعم، حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. أيضا للنور، لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. أيضا صام صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد تزوج علي بفاطمة. أيضا أبو معاذ ما ثبت. نعم، لا يقضي عني إلا علي. نعم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم، دعا النبي عليا وفاطمة وحسنا والحسين، وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي. الخلفاء الراشدون هم الأئمة المهديون، فمن هم الخلفاء الراشدون؟ الخلفاء الراشدون من هم؟ أين أخو ياسر الصغير؟ قم. إذا جئت بالخلفاء الراشدين فماذا لها يا أبا عبد الله؟ لا، 1000 ريال. اقرب. ها، إنا لله. لعل الجائزة ضيعت عليك الجواب. كان طيب سؤال، الخلفاء الأربعة الراشدون من هم؟ ما تدري؟ طيب اجلس. الخلفاء الراشدون، عبد الله قد سمعت؟ قد سمعت الجواب؟ ممن سمعت؟ ما سمعت؟ قم. ستجيب بالمجان؟ تفضل. أبو بكر، علي، عمر. طيب رتبهم على ترتيب الخلافة، أول خليفة من هو؟ ثم لا، كيف أبو بكر؟ أعد. أول خليفة بعد رسول الله أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. إذا أجبت فالألف لك. كم تولى الخلافة عثمان؟ كم جلس خليفة؟ كم سنة؟ ستة شهور. رجل. طيب ما عندك إلا هذا؟ أجلس. كم تولى الخلافة؟ قم. أجلس. ليس إفراط وتفريط. قم. ما أين أنتم؟ عثمان كم تولى الخلافة؟ جلس. البراء، سمعت بعد السؤال؟ طيب وعلي؟ 4 سنين 9 أشهر. وأبو بكر 2 سنين 3 أشهر. وعمر
كم؟ نعم 10 سنين ونصف صحيح. ما هو الدليل على أن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم من أئمة الهدى؟ ما هو الدليل؟ حاشد حديث العرباض: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هنا قال الراشدين المهديين. من القائل: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار؟ سلمان، من القائل؟ أيوب بن أبي تميم السختياني رضي الله تعالى عنه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة ابن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم جميعا. هؤلاء هم العشرة الذين بشروا بالجنة. قم قم، وقت الدرس انتبه للدرس، اذكر العشرة، اذكر لنا واحدا. عمر، زد، وعلي، وعثمان، وأبو بكر، أربعة. أنت مسافر يا بني، انتبه للدرس، جلس. طيب، العشرة الذين بشروا بالجنة مجموعون في بيت، هكذا. من يذكرنا بالبيت الذي جمع العشرة الذين بشروا بالجنة؟ عبد الله: للمصطفى خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. إذا حفظت هذا البيت فقد جمع العشرة. للمصطفى أي للنبي خير صحب، نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. السعدان سعد بن أبي وقاص، ومن؟ وسعيد بن زيد، والخلفاء الأربعة. طيب، ابن أبي داود ماذا قال في حائيته؟ ماذا قال في حائيته؟ سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ولم يبق إلا الخلفاء. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء الخلفاء. الخلفاء نعم. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير
بالخير منجحوا. إذن عندنا هؤلاء هم العشرة الذين بشروا بالجنة، وسيأتي سموا بالعشرة لأن النبي جمع العشرة في حديث واحد، قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، الحديث إلى آخر سيأتي معنا إن شاء الله. قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة، ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأرق عدم النوم أي لم ينم، أرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: وسمعنا صوت السلاح. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. يا رسول الله جئت أحرسك. وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. هذا الحديث متفق عليه، أخرجه مسلم والبخاري من حديث عائشة. إذن هذه فضيلة لسعد أنه رجل صالح، وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم حارسا فجاء سعد رضي الله عنه. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع لسعد بن أبي وقاص أبوي يوم أحد فقال: ارم فداك أبي وأمي. الحديث متفق عليه، حديث متفق عليه. والنبي لم يفدي أحدا بأبوي إلا سعد. قال: وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم، وانتهى من سعد وذكر يعني ما تيسر من فضائل طلحة رضي الله عنه. صحيح، هل هو؟ نعم، أهو من أخوال النبي. نعم، جاء حديث: هذا خالي فليرني كل منكم خالة، يعني بمعنى أن أما يعني للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبيلة سعد، من قبيلة سعد رضي الله عنه. طيب انظر حديث: هذا خالي عامري. كيف؟ قل من أفضل يعني القوي الذي كان قويا في جسده وفي عمر. قال النبي: فلم أرى عبقريا يفري فريه. أنت تقول أقوى الدولة الإسلامية في زمن عمر بشهادة النبي حتى ضربت بعطن، ولهذا ابن كثير لم يدر الفلك على مثل عمر رضي الله عنه. ولا شك أن هؤلاء هم خير خلفاء وأفضل رؤساء وقادة رضي الله عنهم، وخلافتهم خلافة على منهاج النبوة، على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أما أفضلهم فأبو بكر
ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم جميعا. قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد قد شلت. نعم هكذا شلت، طيب بفتح الشين، وفي بعضها بضمها شلت، وبالضم لغة الرديئة، ومعنى شلت يده يعني أصيبت بالشلل، الشلل مرض، يعني لا يستطيع أن يستخدمها. فطلحة وقى النبي صلى الله عليه وسلم بيده، السهام والرماح كثرت عليه ووقى النبي، فوصلت إلى يده ولم تصل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في البخاري فقط وليس هو في صحيح مسلم كما ذكر الشارح رحمه الله تعالى. وفيه أيضا عن أبي عثمان النهدي وهو عبد الرحمن ابن مل قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد. طلحة ابن عبيد الله وسعد ابن أبي وقاص. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، إن لكل نبي حواري وحواري الزبير. نعم الحواري هو الخاص من الأصحاب أو الناصر. والحديث متفق عليه كما سمعنا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهذه فضيلة ومنقبة للزبير بن العوام. وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم، فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوي فقال: فداك أبي وأمي. إذن الزبير أيضا جمع له النبي أبوي فقال: فداك أبي وأمي، كما فعل ذلك لسعد بن أبي وقاص. والحديث في الصحيحين، يعني طلب أو يعني خير من يفعل فقام، لهذا قال الشاعر: لا يسألون أخاهم حين يندبهم في الكائنات على ما قال برهانا، يعني بمعنى ندبهم أمرهم اذهب من يذهب، وهكذا يعني دعا أيضا الندب الدعاء. القاموس. قال رحمه الله: وفي الصحيحين، نعم وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم الحديث متفق عليه.
وفي الصحيحين عن حذيفة ابن اليمان قال جاء أهل نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينا، فقال لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف لها الناس، قال فبعث أبا عبيدة ابن الجراح. حديث متفق عليه. أمين هذه الأمة أبو عبيدة. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته يقول عشرة في الجنة، النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال فقالوا من هو؟ قال سعيد بن زيد. قال لمشهد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر منه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر نوح. الحديث عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه، ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. قال وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعلي في الجنة، وعثمان في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير ابن العوام في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل في الجنة، وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة. هذا الحديث هو في أحاديث معلة للشيخ رحمه الله، لكن له شواهد، فهو صحيح بشواهده. قال رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه أبو بكر بن أبي خيثمة. قال وقدم فيه عثمان على علي، هذا أبو بكر هو الحافظ الحجة الإمام أبو بكر أحمد ابن أبي خيثمة النسائي ثم البغدادي صاحب التاريخ الكبير. قال الخطيب كان ثقة عالما متقنا حافظا بصيرا بأيام الناس، وساق رحمه الله. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على حراء، هو وأبو طيب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراء، جبل من جبال مكة، هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما، وروي من طرق. إذن عرفنا العشرة، ولا يجوز لأحد من الناس أن يشهد لأحد من الناس بالجنة إلا من شهد له الشرع. فعندنا الخلفاء الراشدون والعشرة المبشرون بالجنة، ومن ورد النص كعكاشة وبلال وخديجة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ونعم ومن وخديجة
رضي الله عنها وجم، نعم، ممن ورد النص بأنهم في جنة الله سبحانه وتعالى. قال: وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة. هذا نقرأه غدا إن شاء الله. إلى هنا، بارك الله فيكم.